مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين عبروا عن المناخ والفصول والأزمنة المتنوعة، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل جوزيف فيرني. منظر البحر ليس عاديا، نرى سماء برعد وبرق وعاصفة مطرية شديدة وأمواج عاتية. أعتقد أن الناس ينزلون إلى الأرض على حبل من سفينة مائلة وسط الأمواج العاتية. أرى على الأرض الناس الذين يسبحون الحبل بأقصى ما في وسعهم لمساعدة الناجين. إنه مشهد مرعب حتى أن نتخيله. هذا عمل كاميل بيسارو. برأيكم ما هو الفصل بهذه اللوحة؟ هل هو مثل الربيع؟ صحيح، أشعر كأنني أحس بشمس الربيع والرياح، ربما لأن إحساس الألوان دافئ بشكل عام. وبشكل خافت تبدو امرأة واقفة في وسط الحقل الواسع. يا ترى ماذا تفعل؟ هذا أيضا عمل كاميل بيسارو. وبرأيكم ما هو الفصل بهذه اللوحة؟ هل ترون أنه منظر صيفي من حيث أن هناك أشجار خضراء مورقة؟ نعم صحيح، وقد رسم العديد من المناظر الطبيعية الجميلة. تخيلوا كيف سيكون مزاجكم إذا عشتم في قرية محاطة بجبال كهذه. مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بسلام عميق. هذا عمل فان جوخ. برأيكم ما هو الفصل بهذه اللوحة؟ يبدو كأنه خريف، حيث أن الأشجار والطرق من الجانبين مصبوغة بلون برتقالي. أرى شخصا يسير بمفرده على طريق مليئة بالأوراق المتساقطة. الجو العام فيه شعور بالوحدة، وبنفس الوقت من ناحية أخرى نشعر بإحساس الدفء أيضا. هذا عمل بيتر بروخل. من النظرة الأولى يبدو واضحا أنه مشهد شتوي، صحيح؟ يمكن ملاحظة أن هذا الرسام رسم بطريقة معقدة ومفصلة للغاية مقارنة بالرسامين الآخرين. هناك صيادون في المقدمة، ويبدو أشخاص بمسافة عن بعد يتزلجون صغار الحجم للغاية. من المدهش أنه رسم كل شيء بالتفاصيل، من الأشجار العالية في المقدمة إلى الجبل الباهت الأبعد دون إهمال أي شيء. هذا عمل يسمى الشمس لكلود لورين. ألا يصل إليكم بالعنوان فورا بمجرد النظر إلى اللوحة؟ منظر البحر عند غروب الشمس وتجمع الناس بالقرب من البحر جميلان جدا. بالنظر إلى أشعة الشمس القوية والناعمة أشعر وكأنني سأنغمس في اللوحة دون أن أدرك ذلك. هذا عمل لجوفاني بيليني. إنه مشهد صلاة يسوع المسيح لله قبل أن يصلب، حينما صعد إلى بستان الجسماني وفي أدناه هناك تلاميذ يسوع وهم نائمون. كما أن هناك ملائكة في السماء فوق الغيوم، ويقال أن هذه اللوحة هي أول وأجمل رسم لسماء الفجر والضوء الذي يخترق سماء الليل تحت السحاب. مذهل جدا. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ هذه المرة أحضرت هذه الصورة لأنني أردت أن أرسم لحظة غروب الشمس القوي والرائعة. سنرسم على أساس الإحساس السماء والبحر من هذه الصورة، ولكننا سنرسم مع تغير الأشكال. إذن فلنبدأ من الآن. نعم،
الرسم التخطيطي بسيط جدا هذه المرة، أليس كذلك؟ دعونا نلون السماء بأقلام الشمع. بهذه الطريقة نلون سماء الغروب بالألوان المختلفة، ثم نلونها مع التدليك باللون الأبيض. هكذا يمكننا أن نعطي إحساساً ناعماً. إذا انتهيتم من التلوين بشكل عام بألوان الشمع، هذه المرة سنرسم بالتفاصيل بأقلام الألوان.
ونرسم البحر الذي نراه من بين المنحدرات مثل طريقة تلوين السماء. سنلون المنحدرات على كلا الجانبين باللون الأسود بشكل ثقيل لإطفاء الخيالات. سنرسم خيال الشجرة أيضاً. سأنتهي من الرسم بعد رسم تفاصيل طائر يطير في السماء والشجرة بقلم الألوان الأسود. نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضا يا أصدقائي ارسموا وعبروا عندما تريدون التعبير عنهم، وأنتم تتخيلون الطقس والفصل والوقت التي تحبونها. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.